طيب نمضي إلى الخبر الثاني في فقرتنا التحليلية من صحيفة الجريدة، نقرأ منها: ياسر ميرغني، برنامج سلعتي سيواجه بحرب ضروس من تجار الأزمات. حذر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني من أن برنامج سلعتي سيواجه بمقاومة ممن وصفهم بتجار الأزمات، وطالب الحكومة الانتقالية بإعلان وفاة سياسية سياسة التحرير الاقتصادي عقب إطلاقها برنامج سلعتي. وشدد ميرغني في تصريح للجريدة على ضرورة مراقبة البرنامج من قبل الجهات المختصة والمعنية، ودعا وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للصرف عليه حتى يصبح برنامجا استراتيجيا. بداية، ما تعليقك على حديث ياسر ميرغني؟ والله أنا حديث ياسر ميرغني ذا وأنا أحييه من هنا ومتابع جهوده، لكن أنا أكثر ما لفتني في هذا الحديث مطالبته للحكومة بإعلان وفاة سياسة التحرير الاقتصادي. نعم. وهذه مسألة محيرة فعلا، يعني أنا حقيقة أنا واحد من الناس كنت أتصور أن الأسبوع هذه الحكومة في أسبوعها الأول تطرح سياسات بديلة لسياسة التحرير الاقتصادي. يعني بالمنطق التغيير الذي تم في 89 ثم ترتبت عليه سياسة التحرير الاقتصادي كلها كانت تهدف تحمل وجهة نظر سياسية معينة لتخدم قضايا معينة في إطار معين. الآن التغيير الذي حدث في أبريل قاده الشعب السوداني مجتمعا، بالتالي أنا أتصور أن السياسة الاقتصادية التي ستترتب على هذا التغيير يجب أن تتجه لخدمة هذا المواطن الذي شارك بهذا التغيير. بالتالي استمرار سياسة التحرير الاقتصادي بكل تعقيداته وكل عيوبه واحدة من المسائل التي فعلا تبدو غريبة ومزعجة. يعني أنا أفتكر أنه فعلا آن الأوان لطرح سياسة بديلة لهذه السياسة تقوم فيها الدولة بدورها يعني الأساسي في حماية المواطن، حماية المستهلكين، وفي دعمهم، وفي حماية المنتجين أيضا وفي دعمهم. هل هناك مصاعب فنية في أن تقوم الدولة؟ هل تتوقع مصاعب أن تتحول الدولة من سياسة التحرير الاقتصادي إلى سياسات بديلة؟ شوف، أنا أفتكر واحدة من الإشكالات الكبيرة الآن عجز الحكومة عن الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالاته. يعني ما زلنا احنا منقلقين في يعني المجالات او المساحات او المنصات التي تتخذ فيها او تدرس فيها او تناقش فيها القرارات السياسية، ما زالت محدودة. لا بد من توسيع قاعدة المشاركة للخبراء والمختصين والذين لهم تجارب فعلية مع هذه السياسات حتى نتمكن من الوصول إلى سياسة جديدة تتجاوز الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة ينطلق فيها الاقتصاد السوداني ويشعر فيها المواطن بقيمة التغيير وأثره على حياته. ميرغني أيضا حذر من تجار من أسواهم بتجار الأزمات الذين قال أنهم سيحاربون برنامج سلعتي بحرب ضروس كما وصفها ياسر ميرغني. أولا، ما رأيك في هذا الحديث؟ وثانيا، هل تستطيع الحكومة مواجهة كل هذه التحديات الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار أن هنالك تحديات اقتصادية أخرى تلف الأفق؟ نعم، هو طبعا برنامج سلعتي واحدة من محاولات الحكومة لتحقيق اختراق لجهة دعم المواطن والتيسير عليه في حياته. لكن أنا أتفق طبعا تماما مع ياسر واحد من الذين يعيشون في هذا السوق بمختلف قطاعاته، وواحد من الذين كابدوا وعانوا في مواجهة من أسماهم بتجار الأزمات، وأنا أتفق معه تماما. وللأسف تجار الأزمات ما زالوا موجودين وما زالوا يستثمرون في هذا المناخ الذي نعيشه الآن. بالتالي متوقع أن يشنوا هجمة مضادة على هذه الخطوة، هذه واحدة. المسألة الثانية أيضا يعني استنباط أو اصطناع قنوات جديدة أيضا هي واحدة من الإشكالات تصاحب تجربة سلعتي هذه أيضا. يعني أنا بفتكر إنه ما لم يعني تتدفق السلع والبضائع عبر قنواتها الطبيعية التي يعرفها الناس ستظل هنالك مشكلة موجودة. أيضا وزير الصناعة والتجارة اتهم من أسماهم بالنظام البائد بأنهم يمارسون تخريبا متعمدا تجاه الحركة التعاونية. ما هو الخراب الذي يقصده الوزير؟ طبعا هو ما قاله وزير الصناعة والتجارة ليس جديدا. يعني أنا في هذه العجالة دعني أيضا أقول أو أعيد ما قلت من أنه أنا كنت أتوقع أيضا هذه الحكومة من خطوات المبكرة أن تبحث فيما تم تدميره أو تبحث فيما اختفى. يعني أنا قبل كده
قلت لواحد من اخواننا الوزراء حق والله حبوا تطلعوا دول في الشارع ده يفتش اللافتات القديمه مشت وين. والحركه التعاونيه واحده من اكثر القطاعات التي تضررت تضرر مباشر. وانا اتفق تماما مع الاخ مدني وزير التجاره والصناعه ان القطاع التعاوني تعرض لتدمير ممنهج. يعني على سبيل المثال فقط على سبيل المثال كان هنالك بنك في السودان اسمه البنك التعاون بنك التنميه التعاون الاسلامي، بنك مملوك بالكامل للقطاع التعاوني. هذا البنك اختفى بقدره قادر، انتقل ظهر باسم جديد لملاك جدد. يعني ما زال انا يعني ما زلت اتساءل الان هو بنك النيل يعني. حتى لجنه ازاله التمكين حين تعاملت مع هذا البنك اخذت الاسهم وعادتها الى وزاره الماليه. يعني انا الان من هذا الموقع اسال عن حقوق قطاع التعاون في هذا البنك. يعني اين ذهبت اسهم التعاونيين في بنك التنميه؟ قطاع التعاون وليست وزاره الماليه. وليست وزاره الماليه بالضروره، ليس يعني هذه الاموال لم تكن اموال حكوميه، هي اموال خاصه بالقطاع التعاوني. ونحن نعلم ان القطاع التعاوني لحمته وسداه المواطنون. هذا سؤال مهم. المسألة الثانية أيضا على سبيل المثال القطاع التعاوني كان يمتلك مركز ضخم جدا اسمه المركز القومي للتدريب التعاوني. هذا المركز تم تأسيسه بالكامل من منظمة العمل الدولية. هذا المركز استولى عليه أحد ولاة ولاية الخرطوم وحوله إلى إحدى الوزارات. يعني الآن هذا المركز الذي كان يتبع للحركة التعاونية ويتم فيه تدريب التعاونيين بإمكانات عالية جدا الآن هو مقر إحدى وزارات ولاية الخرطوم. وعلى ذلك قس يعني مشاريع ضخمة جدا اختفت، تم تجفيفها بقدرة قادر، إمكانيات ضخمة جدا. وليست ليس يعني التعاون في السودان للأسف كان قطع شوطا بعيدا، تحول من خانة الاستهلاك إلى خانة الإنتاج. كانت هنالك مشاريع إنتاجية ضخمة جدا. على سبيل المثال في يوم من الأيام أكبر مطاحن في السودان كانت مملوكة للحركة التعاونية، أكبر المشاريع الزراعية كانت مملوكة للحركة التعاونية. أين ذهبت كل هذه الموارد الضخمة يعني. طيب هل يمكن لبرنامج سلعتي أن يكون داعم لإنعاش الحركة التعاونية، برنامج سلعتي أو أي برامج أخرى من هذه الشاكلة؟ كيف يمكن أن تعود الحركة التعاونية؟ أنا طبعا أول حاجة هو الحركة التعاونية يا أخوان هي تأتي من الشارع. الحركة التعاونية دي يعني أنا دائما قاعد أقول والله إذا إحنا عايزين نطبق الديمقراطية الحقيقية، إذا عايزين نعمل تمرين ديمقراطي زي ما بقول الإمام الصادق المهدي حق نعيد الحركة التعاونية وندعمها، لأن الحركة التعاونية دي من القاعدة تقوم على ممارسة ديمقراطية حقيقية. يجتمع أهل الحي برغبتهم وإرادتهم بشكل جمعية تعاونية، تقوم الجمعية العمومية بإرادة حرة، يتم انتخاب قيادة لهذه المؤسسة التعاونية ثم تنطلق في تنفيذ مشاريعها، ثم يتم تصعيد ممثلين من الأدنى إلى الأعلى حتى يتم تشكيل الاتحاد التعاوني القومي. هذا على سبيل المثال يعني، وهذه ممارسة ديمقراطية حقيقية. إذن إن كنا إحنا جادين في توصيل سلعة للمواطن بسعر معقول يجب أن ندعم، نرفع وعي المواطن العادي بأهمية قيام مؤسسة تعاونية، ندعم هذه الخطوة، وتوفر الحكومة الحماية المطلوبة من خلال القوانين ومن خلال التسهيلات والمزايا التي تمنحها حتى تعود للحركة التعاونية سيرتها وتصبح فاعلة وتساهم في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.